حط بصمة في سماء الانتصار، بصمتك يا خويا هي بصمة أمل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم أينما كنتم، وهذه الإطلالة الجديدة التي تجمعنا بكم من خلال برنامج بصمة أمل عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. ومثل ما تعودنا في كل حلقة نذهب إلى بستان إبداعي وحديقة من التميز جديدة، ونتنقل بين المبدعين من أبطالنا ذوي الإعاقة، كل من وضع بصمة في هذا المجال نسعد أن نغوص معه في مجاله لنخرج كل ما هو جميل ومبدع في مجاله. اليوم حديقتنا الإبداعية وين بتودينا؟ في بصمة أمل بتودينا إلى سحر الكلمة، وإلى جمال الترجمة، وإلى جمال الجمل والكتب والروايات والأفلام الوثائقية والسينمائية من خلال الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس من الإنجليزية إلى العربية. قد يكون بالنسبة لي أنا أن هذا الضيف وهذا الشخص المبدع هو أول شخص من ذوي الإعاقة يطرق هذا المجال، مجال الترجمة، فأصبح نجم ساطع إبداعي في مجال الترجمة. أرحب باسمكم جميعا بمترجمنا الجميل ضيفنا الأستاذ فيصل كريم الضفيري. قد لا تتشابه عاصفة دوارة وكأس من الشاي نعمل على تحريكه كثيرا، لكن وجه الشبه بين أنماطها ليس مصادفة، بل يمنحنا ذلك إشارة ظاهرة إلى أمر أعمق في جوهره، فيما يختبئ تحتهما قاعدة تتكرر بانتظام لهذه التشكيلات كلها، وهي القاعدة التي اكتشفتها ودققتها واختبرتها تجارب صارمة نفذتها أجيال من البشرية. هذه العملية المتواصلة من الاكتشافات إنما تجسد فكرة العلم بحد ذاته. حياك الله. الله يحييك. جميل جميل يا أبو عبد الله، وهذه القراءة الجميلة لأحد أميز ترجماتك، كتاب عاصفة في كوب شاي. قدمت نفسك. نعم. ما تركت لي مجال أقدمك. ما أجملك وما أجمل تقديمك لذاتك. لكن أبو عبد الله، أيضا قبل لا ننطلق في جماليات الحوار معك في مجال الترجمة، وكونك أول شخص، أنا دائما أقول من وجهة نظري يعني وحسب علمي، أنك أول شخص من ذوي الإعاقة وضع بصمة في هذا المجال وتميزت تبارك الرحمن. لكن قبل لا ننطلق خلينا نشوف التقرير هذا اللي جهزناه عن بعض محطاتك الكثيرة تبارك الله اللي ما نقدر نحصرها في تقرير واحد، لكن تقرير، ونرجع إن شاء الله مشاهدينا بعد هذا التقرير نتعرف أكثر وأكثر على ضيفنا الجميل والمترجم الرائع الأستاذ فيصل كريم الضفيري. فيصل كريم الضفيري مترجم من ذوي الإعاقة، حاصل على بكالوريوس آداب لغة إنجليزية من كلية الآداب جامعة الكويت في مارس سنة 1998. امتهن فيصل الترجمة في العديد من شركات الترجمة في الكويت، وله العديد من الإسهامات في مجال الترجمة المرئية، وساهم في ترجمة العديد من الأفلام الوثائقية والمسلسلات. يعمل فيصل كمحاضر عن طريق الأونلاين حالياً حول أساسيات الترجمة للهواة، وصدر له ترجمة كتاب عاصفة في كوب الشاي وفيزياء الحياة اليومية، وهو حالياً عضو في جمعية المترجمين واللغويين المصرية، ومنتسب لجمعية المترجمين الكويتية، ويعمل على إصدار كتاب الجديد بعنوان الحركات السرية، ولازال يمارس مهنته ويحقق المزيد من الإنجازات فيها.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بكل من انضم الينا في متابعه هذه الحلقه. ودائما اقول متابعتكم هي شرف كبير لنا ودعم ايضا لنا ولقضيتنا الابداعيه في مجال ذوي الاعاقه. خلونا نجدد تحيه الترحيب بعد هذا التقرير بضيفنا المترجم الجميل الاستاذ فيصل كريم الضفيري. حياك الله ابو عبد الله. الله يحييك ويبارك الله يسلمك. طبعا تبارك الرحمن قيض من فيض، يعني مهما حاولنا نوصف ابداعياتك حس ان نظلم قصرين والله. تسلم تسلم، اشكركم على هذه الفرصه في تلفزيون الكويت الحبيبه، يعني هذه فرصه طبعا شرف فيها مقابلتكم وفريق العمل، يعني الله يعطيكم العافيه. الله يحفظك. كبيره جدا وجودك الجميل والله ابو عبد الله. ابو عبد الله بدايه خليني يعني اتساءل دائما، يعني الشيء الملفت الجميل يخليك تتساءل اشمعنى ذهب فيصل الضفيري الى مجال اللغة الإنجليزية تحديداً والترجمة بوجه خاص؟ هو الحقيقة اختيار، يعني تقدر تقول عليه اختيار جماعي. كان يعني عبارة عن نصائح بعد تخرج الثانوية العامة، كانت النسبة يعني جيدة جداً لا بأس فيها، لكن كان الاختيار الحقيقة أن التوجه للغة الإنجليزية بناء على نصائح. بينما الحقيقة الميول عندي كانت تختلف نوعاً، كنت أحب أكثر شيء التاريخ وقراءة التاريخ، وأيضا كان عندي ميول أيضا نحو الحقوق، لكن الوقوف على هذا الاختصاص كان يعني بناء على الاستشراف أنه ممكن يكون سوق العمل يكون جيد من الناحية هذه، زائد يلبي الحاجة اللي الحالة اللي يعني أنا فيها أنه يعني يصلح لهذا المجال، يصلح لهذا المجال أكثر يعني بناء على نصائح. طبعا هذه النصائح تكون يعني آنية، يعني في وقتها إذا حسب متطلبات ذلك العصر يعني. صح جميل. بعد ما أخذت التجربة حبيت المجال؟ والله اللغة يقولون إذا حبيتها ومارستها تبدع فيها. هو اللغة أنا لا أحبها ولا أكرهها. اللغة هي دائما يعني أتعامل معها بأنها وسيلة تواصل، يعني يقولون بالإنجليزية a means of communication. فبالتالي اللغة يعني هي وسيلة تواصل بالنهاية، والترجمة في حد ذاتها هي يعني كما يقول عليها يعني كثيرون أن هي التحدي الأكبر للبشرية في التاريخ. الترجمة يعني هذه الكلمة يعني سمعتها من الأستاذ دكتور محمد حسن يوسف اللي هو مؤلف كتاب كيف تترجم، وكان موجود عندنا هنا رئيس قسم الترجمة واللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في التسعينات. فهذا الرجل يعني ذكر هذه الكلمة، حتى قلت له يا دكتور هذه مبالغة، يعني كان لي معه حوار موجود في قناتي على اليوتيوب، فقال لي لا هذه هي الحقيقة. شنو الصعوبة أبو عبد الله؟ صعوبة لأن أنت تنقل حضارة صح إلى حضارة أخرى، فكر إلى يعني هذا الفكر، فبالتالي يحصل التعايش والدوران هذا الحضاري، ولا تحتكر حضارة العلم والفكر يعني لنفسها، فينتقل هذا. وهذه الحقيقة الأمم والحضارات والشعوب المتطورة والمثقفة تحرص على ان لا تبقى في يعني في نمط واحد من التفكير، بل تتعرف على انواع الثقافات والحضارات الاخرى حتى تساير الركب يعني، وتكون متطوره الى يعني ويعني تعيش حياتها في هذا التطور، وتكتسب المزيد من التقدم والمعرفه في كل مجالات. جميل ابو عبد الله، يعني اخذتني الى منحى جميل. يعني ممكن الكثير وانا واحد منهم نعتقد ان الترجمه بس انك تعرف اللغه تحيط فيها محادثه وكتابه طبعا وفهم، هذه شغله المترجم. بينما هناك طبعا يعني نظريات علميه يقول لك ان المترجم ايضا الترجمه نفسها فيها تخصص، يعني مترجم مثلا كتب طبيه يختلف عن الروايات الادبيه، يختلف عن الامور السياسيه، فهل هذه النظريات صحيحه؟ صحيح، هو التخصص مطلوب دائما حتى في الترجمه، ولكن للاسف المترجم العربي ليس في بحبوحه من هذا الـ يعني الـ يعني النعمه مثل ما نقول، يعني لان دائما مطلوب منه انه يعني يكون ملم باكثر من تخصص، وهذه اشكاليه الحقيقه. لكن دائما نقول ان المترجم اذا كان يتخصص في مجال معين، مثلا الترجمه الطبيه، اذا هذا يعني من ناحيه الموضوع، يعني الترجمه الطبيه، الترجمه التقنيه، الترجمه او الترجمه العامه، الترجمه الصحفيه الى اخره، لانه يحتاج مصطلحات ابو عبد الله. يعني هي تحتاج الى المام دائم صح من المترجم، ففي هناك يعني اناس مختصين، لكن السوق صعب الحقيقه. سوق الترجمه
لكن في عندنا المجالات الأخرى نفس الترجمة الفورية، وهذه صراحة ليس أي يعني مترجم يقوم فيها، تحتاج إلى مهارات خاصة. الفورية اللي هي أبو عبد الله عفواً اللي نشوف بالكابينة أثناء المؤتمر الصحفي أو الملتقى، شخص بالضبط. مترجم موجود في كابينة ويترجم فوري، هذه الفورية. هذه الترجمة الفورية، في مقابل الترجمة التتابعية أيضاً لدينا، اللي يكون يعني طرف جالس مثل يعني ترجمة ما بين زعماء مثلاً، وكذا يكون المترجم يتلقى من الطرف الأول، فينتهي الطرف الأول فينقل الترجمة إلى الطرف الثاني، ثم يصير العكس. هذه الترجمة التتابعية. تتابعية. consecutive translation. أما الانستنت translation هي اللي هي الترجمة الفورية اللي تكون في المؤتمر، لهم كابينة خاصة ولهم كذا يعني. فيصل وين يلقى نفسه بين هذه التخصصات؟ أنا الحقيقة ما مارست هذه لأن لم أدرسها يعني دراسة للفورية. اللي هي الفورية والتتابعية، لكن أنا من صنف الترجمة التحريرية الحقيقة. والترجمة العامة مارسناها منذ تقريبا منذ 98 يعني منذ 98 اللي هي فترة التخرج إلى الآن. أبو عبد الله، رغم أن اللي قاعد نشوفه وقاعد نسمعه ويعني وبعض يمكن اللي راحوا حتى رحلات علاجية إلى الخارج، أن المترجمين أصلا وجودهم نادر وقاعد يطلعون بالساعة ذهب يعني. هذه المقولة أيضا بتطرق لها، كيف بالساعة وقاعد يطلع خير وعندنا طارد ليش؟ فهل ليش هذه بعرفها وبعرف جوابها مع السادة المشاهدين بعد ما نطلع هالفاصل هذا. إيش رأيك نريحك شوي؟ الله يحفظك. مشاهدينا متواصلين إن شاء الله مع ضيفنا الجميل المترجم الأستاذ فيصل كريم الضفيري، وراح نتعرف أيضا على تفاصيل أكثر في عالم الترجمة. خلكم معنا فاصل ونرجع نتواصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في هذا الإبداع وهذا الجمال وعالم الترجمة ومبدعنا المترجم الأستاذ فيصل كريم الضفيري. حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك. سعداء والله بالتواصل. الله يسلمك وأنا أسعد والله. الله يحفظك أبو عبد الله. يمكن قبل الفاصل قلت لي إن المهنة هذه للأسف طاردة، مو من المهن الجاذبة، وقلت لك إن بالغرب وفي أمريكا عموم يعني الدول الغربية أن المترجمين هناك يأخذون بالساعة ومبالغ خيالية يعني بشهادة يمكن كثير من اللي سافروا سواء للعلاج للسياحة، يقول لك المترجم أصبح عملة نادرة هناك ولا ويأخذ بزود. طيب اليوم أنتم كمترجمين في الوطن العربي شو اللي ينقصكم أن توصلون لهذا المستوى؟ هو الحقيقة يعني مشكلة سوق الترجمة يعني هذه قضية تكلم فيها كثيرون الحقيقة، لكن واضح هي المسألة أن تحتاج إلى نوع من التنظيم وتحتاج أيضا إلى الدعم الحقيقة، يعني هذين العاملين هما الأساسيين في هذه المسألة. يعني نتمنى أن الحقيقة أن المشكلة هذه يتم التغلب عليها مع مرور الوقت مع تنظيم السوق، لأن في يبدو أن في كان يعني أو لا زال في يعني منتج أكثر لهم المترجمين يعني كثروا، وبالتالي يفتقد وجود يعني مع عدم وجود تنظيم مناسب يبدو أن يعني مثلا اللي هي أسعار الترجمة هبطت يعني بسبب شدة التنافس. أبو عبد الله أيضا يعني في ملاحظة في الدول العالم الغربي مراكز يعني على مستوى الدولة تكون أمانة، إلا أن في كثير من دولنا العربية يعني شوف الترجمة في مكتبة طبعا موجود يعني مراكز أيضا احترافية ولكن قليلة جدا عادة مكاتب، مكتبة الطالب الأمور هذه المكاتب البسيطة يعني. صحيح، وهذا المشكلة اللي هي موجودة هي يعني بسبب هذا العنصر اللي هو غياب التنظيم في عالم يعني كبير اللي هو يعني مساحة كبيرة اللي هو الوطن العربي وليس في دولة يعني بعينها، لأن أنت إذا سويت تنظيم بدولة ما راح ينفع، لأن لازم أنت تنظم السوق كله. صحيح. بالتالي اليوم أتذكر الدكتور محمد فوزي الغازي يعني اقترح جميل إنه يكون عندنا مجمع ترجمي يعني على غرار المجمع اللغوي. بالضبط. المجمع الترجمي هذا ممكن يعمل على وجود يعني على هذا التنظيم ممكن او على توحيد يعني توحيد المصطلحات كذا من الامور الفنيه والامور التنظيميه الاداريه، فبالتالي هذه فكره يعني لطيفه
ويعني إذا يعني إذا قدر لها أن ترى النور إن شاء الله في يعني قادم الأيام، إذا طبقت على أرض الواقع. نعم. بهذا. نعم. التصور اللي حضرتك شرحته. نعم. بلا شك أنها راح تعمل يعني مظلة تنظيمية. نعم. وترعى كوادر من المترجمين اللي فعلا محتاجين. نعم. لتوجيه فقط. نعم. نقول خلينا نقول. أبي أعرج أيضا أبو عبد الله على ما شاء الله، يعني كرمت أنت في مجالات كثيرة، وكرمت أيضا على مستوى دول خارج دولة الكويت في مساهماتك الترجمية، وأيضا من خلال متابعتي لك في ندواتك في معرض الكتاب العام والعام اللي قبله، بعد هذا المشوار وبعد هذه البصمات الجميلة يعني اللي قاعدين نشوف يمكن حتى على الشاشة الآن نموذج من هذه التكريمات، وين يلقى نفسه فيصل الضفيري كمترجم في الكتب الأدبية، الروايات، في الأفلام الوثائقية، في المادة العلمية؟ نعم، يعني أصدقك القول إن يعني مجال الكتب هو مجال يعني لا يستطيع المترجم أن يختار المادة أو يختار الموضوع الذي يترجم فيه، لكن مجال اللي هو ترجمة الأفلام الوثائقية تحديداً، رغم أنه هو مجال أصلاً تطوعي ويعنى بترجمة اللي هي يطلق عليها بين قوسين ترجمة المرئية للهواة، إلا أنه مجال ممتع الحقيقة، لأن المترجم يختار المادة، فبالتالي يعني هو يعتقد أن القيمة هذه اللي موجودة ممكن يعني تثري حياة الناس وتثري حياة يعني أيضاً يعني كلها فائدة في المجتمع، فبالتالي يعني مجال الترجمة المرئية رغم أنه يعني مجال يعني عليه إشكاليات كثيرة الحقيقة، لكن هو مجال يعني ممتع بالنسبة لي أنا شخصيا، وجدت نفسي فيه، وبعدين ما في إشكاليات اللي هي السوق ويعني الأسعار الترجمة والقصة هذه، يعني هذه قصة مزعجة نوعا ما لأنه تدخل فيها عدة أطراف، يعني المترجم ما يكون حر يعني في هذه المسألة، لكن هذه المسألة اللي هي الترجمة المرئية للهواة وغيري كثيرين الحقيقة يعني اشتركوا معي في هذا المجال وسبقوني الحقيقة. صح. يعني وناس تعلمت منهم وأناس أيضا يعني زين يعني بادلتهم الخبرات اللي عندي، فبالتالي يعني حصل نوع من الألفة نوعا ما مع هذا المجتمع اللي هو مجتمع المترجمين المرئيين للهواة، لكن يعني يظل مجال السوق الترجمة الاحترافي هو المجال اللي يعني السائد. نعم السائد، والذي يعني يكون هناك أمل إنه يكون هو يعني فائدة أكبر يعني حتى أكاديميا وعلميا ويعني إلى آخره. هذا بالنسبة أبو عبد الله يمكن للأفلام. للكتب. نعم. أين يجد نفسه أبو عبد الله مترجم فيصل الضفيري أكثر في اللغة في الكتب الأدبية ولا العلمية؟ العلمية تحتاج مصطلحات شوي. طبعا هو الحقيقة أنا ترجمت لحد الآن يعني صدر للكتاب هذا اللي هو أشرنا إليه عاصفة في كوب شاي، قرأنا منها هذه الفقرة، ويعني مؤخرا أيضا يعني تحت الطبع إن شاء الله سيصدر كتاب ثاني اللي هو الجمعيات السرية، كتاب كلاسيكي الحقيقة. جمعيات سرية والحركات الهدامة اسمه. يعني أجد نفسي طبعا يعني كما ذكرت في اللي هو مقدمة كتاب عاصفة في كوب شاي، الفائدة في الكتب العلمية هي الحقيقة أكبر، لأنها يعني تشكل يعني قيمة أكبر لتوعية الناس، خاصة إذا كان الكتاب غير معقد علميا، يعني يعني كتاب شعبي كما يقال، للبسطة، يعني pop science كما يقولون، يعني فبالتالي يعني موجه لعامة الناس وليس كتاب علمي بحت. صحيح. لكن الحقيقة اللي تواجهنا المشكلة إن الكتب الأدبية والروايات هي اللي طاغية في السوق صراحة، هي اللي يعني تتوجه لها الناس أكثر شيء، لدرجة حتى ناس غير روائيين وليس لهم علاقة بالقصة أصبحوا يعني يعطون قصص يعني. صحيح. فبالتالي أتذكر أحدى يعني السيدات الروايات اقتصت الحق من نفسها يعني، فقالت في معرض كتاب السابق سألوه هذا السؤال، لماذا يعني طغيان هذا الكتب الروائية والقصص إلى آخره، فقال ومع عدم وجود كتب العلمية قلتها يعني. صح. فقالت نحن في زمن لأننا نحن في زمن الأقوال وليس أفعال. أها. فأعتقد أن هي الأستاذة فاضل سعدية المفرح، أعتقد إذا لم تخني الذاكرة. نعم أستاذة سعدية المفرح. يعني نوجه لها التحية جميلة. نعم. نمسي على أستاذة سعدية المفرح عبر بصمة الأمل. وفعلا وهي روائية اقتصت الحق في الموضوع بالفعل. من الجميلين صراحة الأدباء الجميلين. لا شك. لا شك.
يعني أبو عبد الله أيضا يمكن قبل لا أخذك إلى محور آخر، عندي فقرة إحنا تعودنا في بصمة أمل في كل ضيف نجيب له مفاجأة شخصية تتكلم عنه تعطي رأيها فيه. منو متوقع الشخصية اللي بيكون معنا في هذه الحلقة؟ والله ما أدري، مفاجأتكم الظاهر راح تكون إن شاء الله سارة بنشوف معك إن شاء الله الشخصية اللي ساعدنا بموافقته أنه يطلع ويتكلم ويعطي رأيه بمترجمنا الرائع الأستاذ فيصل الضفيري. نشوف منو هالشخصية اللي كان له رأي بضيفنا، ونرجع معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل وهذه الفقرة. الصفات اللي تعجبني أبوي أنه اجتماعي بين الناس، وثقافة عنده ثقافة، يمارس ثقافات تاريخية، غير أنه مايل للترجمة، هم بعد يميل للثقافات الثانية مثل التاريخ وكذا شغلة بعد. وحتى بالبيت ديمقراطي معنا، يعني يأخذ آراءنا ويبدي آراء، يعني يعطينا من آراءه. طبعا أنا أعتبر نفسي فانز لأبوي، ودائم ترجمات الأفلام اللي ترجمها أنا أتابعها وانشرها بين ربعي وبين يعني اللي طالع الأفلام معهم. وترجمات أبوي اللي تنزل مثلا الأفلام حتى الوثائقيات أستمتع أني أطالعها، لأن على قولتهم هو مترجمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا عبد الله فيصل الضفيري على هذه المشاعر الجميلة وهذا البر. الله يرزقك إن شاء الله بر أبوك بالدنيا وبالآخرة يا رب. فيصل أهنيك، الله يحفظ لك. أول شيء شراك بالمفاجأة؟ والله مفاجأة يعني لطيفة صراحة، جزاكم الله خير، طلعتوا باللي عند عبد الله مكنوناته. إن شاء الله مكنونات خير إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وطبعا هذا الشبل من ذاك الأسد تبارك الرحمن. الله يحفظ لك. علاقتك الأسرية أيضا أبو عبد الله ودي أتطرق لها، يعني شفنا نظرة الفخر قبل شوي بعيون عبد الله، نظرة الاعتزاز. أنا قلت لك قبل الحلقة، قلت لك ما شاء الله تبارك الله ما شاء عندك يا عبد الله، قلت عندي 150 ولد. نعم عندي 150 او يمكن اكثر ولد وبنت. 150 ولد وبنت. اي نعم. ما في قبيله اكبر من تبارك الله، اللي هي الكل عمل ترجمه يطلع مني، يعني يطلع من روحي، يعني كان انا يعني ابن من ابنائي هذا العمل. صحيح. يعني سواء كان الكتب اللي ترجمناها او مثلا الاعمال اللي هي الافلام الوثائقيه اللي ترجم، لأن كل عمل يعني جهد وفكر. صحيح. صحيح. ويطلع من يعني من القلب مثل ما يقول، ياخذ جزء من 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 الروح. نعم. فعلا. نعم. هذا بالنسبه لعيالك الله يحفظهم الكتب. ابي عيالك الله يرعاهم. ان شاء الله يرزقك برهم الحقيقيين. طبعا منو فيهم اللي حسيت ان نحى منحى ابوه فيصل؟ والله هو عبد الله، انا الحين ابني الوحيد عبد الله. يحب الترجمه؟ والله هو عبد الله الترجمه ما تضمن، لانه ممكن باي لحظه من اللحظات عبر يعني يعني تطور العمر ان شاء الله، الله يحفظ لكم ابنائكم جميعا، انه ممكن الانسان يعني يستوعب فكره الترجمه. صحيح. ويستشعر اهميتها، فممكن ففي ناس ما كان عندهم. تكلمهم انجليزي بالبيت؟ والله اذا كلمتهم انجليزي اخترعوا. اخترعوا ليش؟ لأن يفضلون اللغه العربيه. طبعا. يفضلون اي لغه اجنبيه. اها. لكن هذه طبعا دائما سمى ان دائما يتعلمون ويعني يحرصون على يعني تطوير الذات في اللغه الانجليزيه، لان هذا المستقبل بالنهايه. خلاص. عبد الله هذه الجزئيه مهمه جدا. نعم. ابي اوقف عندها وابي استثمر جملتك الاخيره، ان بالفعل يعني كثير من الاسر تعاني مع أبنائها موضوع اللغة الإنجليزية. يقول لك إن ولدي ممكن يخلص الثانوية وممكن يخلص الجامعة وعنده مشاكل باللغة الإنجليزية. كثير شفنا نماذج. شو النصيحة اليوم كأب وكمعلم أنت في هذا المجال اللي ممكن تقدمها لولي الأمر وللطالب نفسه، إنه ممكن يحسن مستواه في اللغة الإنجليزية؟ نعم، هذه مشكلة صراحة، يعني مثل ما نقول موجودة وظاهرة عندنا، اللي هي مشكلة اللغة. اللغة يعني قبل ما نتحدث عن كيف الناس يعني تربي أبنائهم على يعني الإقبال على اللغة الإنجليزية، لازم نفهم أن اللغة هي مسألة ممارسة بالدرجة الأولى. صحيح. فبالتالي إذا ما كان هذا شيء طبيعي، يعني الناس تكون مو ملمة باللغة الإنجليزية أو في عندها صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية، لأنه مو لغة الأم يعني. لأنه مو زائد أنه ما يمارسها.
يعني انت الان لو تجيب طفل يعني وتخليه في بيئه يعني مثلا بيئه لغه اجنبيه معينه، مثلا نقول لغه اسبانيه ولا لغه ايطاليه، راح يتكلم لغه ايطاليه، راح يتكلم لان كيف تكون ان احنا قلنا اللغه هي وسيله تواصل، صحيح. كيف سيتواصل مع الاخرين؟ يعني هذا الاخ الهندي او الاخ اللي هم يجون من يعني جنوب شرق اسيا لما يجون يتكلمون اللغه العربيه اللي هي لغه التواصل، مو لغه الكتابه ولغه يوصل المعنى خلاص، يوصل انه يعني يتعايش فيها، صح. فبالتالي يعني النصيحه دائما ان الطالب نفسه اذا هو كان مجتهد يكون يعني لازم تكون اين يعني هناك ايضا وسائل لي يعني لتحبيب يعني انه يخلون اللغه يحبونها، يعني ايضا يعني يعني اجتذابهم لهذه اللغة بوسائل عديدة يعني الحقيقة. طيب أبو عبد الله، الموضة اللي الآن قاعد نشوفها يمكن صار لها فترة طاغية، إن الأم تكلم عيالها إنجليزي في البيت، الأب يكلم عيالها إنجليزي كأنه يعني هي اللغة الأم لهم، هذا من شأنه يغوي ولا قاعد يصير على حساب اللغة العربية ممكن؟ إحنا دائما نقول إنه يجب أن يركز الإنسان على لغته الأم. الناس من غير لغتها الأم خاصة في السنين الأولى، صحيح. ويعني أنت عارف لما كانت الحضارة العربية الإسلامية قديما على أوجها كان كل الطلبة وهي كانت الأمة المتفوقة، صح. يعني علميا حضاريا لغة الضاد كانت الإنسان يركز أول سنين على تعلم اللغة والقرآن وكذا، لكن الآن أن الناس إذا يعني تتمايز ما بين اللغتين أو يعني تبدل ما بين اللغتين ما نعرف، يعني يمكن هذا يؤدي إلى إشكالية بذهن الطفل، يعني الخليط هذا الخليط هذا خليط، فهي مشكلة. يبدو ان هذه لها علاقه بعلم النفس اكثر الحقيقه، وانا ما احب ادخل يعني في غير تخصصي. لا احنا نبي نضرب الترجمه، لكن اليوم يا ريت نرجع للترجمه. اليوم انتم كمترجمين ابو عبد الله تواجهكم تحديات؟ نعم. اهم التحديات اللي تواجهكم؟ نعم والله اللي هي يعني مساله وجود الدعم والحقيقه التنظيم اللي ذكرناها، لكن بما ان الشيء بالشيء يذكر فيعني تم تاسيس الحقيقه قبل يعني تقريبا 3 أو 4 سنوات اللي هي جمعيه المترجمين الكويتيه، بالتالي هذه الجمعيه هي تحت التاسيس، فبالتالي ان شاء الله نتمنى ان يتم توفير الدعم الكامل، صحيح. لها لان ترعى ان شاء الله يعني ترعى كل المترجمين هنا في دوله الكويت وتكون يعني مناره الحقيقة لكل الدول العربية لمسألة كيفية العمل هذا التنظيم اللي أشرنا، وأيضا الدعم طبعا، الدعم أساسي جدا. حتى الدعم أبو عبد الله يمكن اليوم الحكومة الكويتية والله ليس من باب المجاملة، ولكن نشوف أنها سباقة اليوم في صقل هذه القدرات والمواهب لدى يعني سواء المترجمين، الإعلاميين، الأطباء، كل المجالات سباقة في دعمها، سواء في الابتعاث، سواء في تهيئة البيئة الأكاديمية والدراسية. يعني اليوم فعلا أنتم لكم نصيب كمترجمين من هذا الدعم. والله احنا نأمل ان نعم هذا الكويت لها كان ما شاء الله دور يعني رائد جدا في مجال الثقافة عموما، صحيح. وكل الأخوة العرب لما يكلمون الحقيقة دائما يذكرون بالخير مجلة عالم المعرفة، وأيضا اللي هي مجلة العربي، وأيضا الإصدارات العظيمة اللي كانت موجودة، وصراحة كان في فطاحل يعني عندنا هنا، صحيح. في يعني منذ فترات طويلة الحقيقة. لكن مسألة سوق الترجمة فيعني احنا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة ازدياد دور النشر، ازدياد دور النشر اللي موجودة، فهذه الدور الحقيقي هي اللي من تحتاج هذا الدعم وهذا التنظيم، صح. واليوم يكلمني صراحة اللي هو الأستاذ دكتور طارق عبد الله فخر الدين، نعم. فيقول الله ينعم بحالك، يقول إن فعلا دور النشر محتاجة إلى دعم حتى يعني تستطيع أن هي بدورها تدعم أو تعطي الأجور المنصفة للمترجم، بالتالي دور النشر قائمة على مبادرات مشكورة فردية، لكن يعني في يعني الوحدة ما تستطيع أن تواجه هذا التطور. نعم، لأن مثلا يعني دار نشر لما تأخذ كتاب مترجم غير لما يعني تعمل كتاب مؤلف، صحيح. الكتاب المترجم محتاج إلى حقوق للنشر يعني شرائها من قبل من الدار الأصلية الأمريكية أو الإنجليزية، أيضا ثم يعني تدفع للمترجم يعني الأتعاب المنصفة، احنا نقول دائما المنصفة، يا ريت تكون المنصفة دائما، ثم بعدين المراجع اذا كان موجود مراجع علمي ومراجع لغوي مدقق لغوي، فبالتالي تكاليفها كثيرة، صح. فبالتالي لو كان هناك شعور في هذه المسألة يكون افضل، يعني انه يجب ان
يعني تدعم بطريقة أفضل بحيث أنها تقوم بمهامها بشكل أفضل الحقيقة. جميل أبو عبد الله، طبعا الحديث شيق وممتع معك، لكن دائما عمل الوقت هو سيد الموقف في البرامج الإعلامية. لكن في نص دقيقة قبل لا أختم، طموحك؟ والله الطموح يعني كما يقولوا لا يحده سقف، لكن دائما يعني نسعى أن بإذن الله أن إنصاف المترجمين، وإن شاء الله يجدون حلول جيدة لهذه الإشكاليات التي تعترضهم. والحقيقة أتمنى أن دائما يعني أختار الأعمال الترجمية الجيدة اللي تثري يعني الفكر وتثري المعرفة هنا يعني في بلادنا وفي كل الوطن العربي. يا رب. أنا ودي أستمر بس مخرجتنا الجميلة سناء عبد الرضا قاعد تقولي خلاص ما عاد أقدر أكمل. لكن إن شاء الله توعدني في حلقات قادمة دائما تكون معاي متواجد، وأيضا نبي نستثمر وجودك دائما معنا في برنامج بصمة أمل أنك تترجم لنا إن شاء الله الحلقات بإذن الله. شكرا أستاذ فيصل، الله يسلمك، مشكورين وشكرا على هذه الفرصة، يعني اللي أتحتم لي من خلال هذه النافذة الطيبة يعني مع المشاهد الكويتي والمشاهد العربي. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. أتمنى في مساحتنا الإبداعية هذه في بصمة أمل اليوم أن قدرنا نكتشف خبايا الإبداع في بطل من أبطال ذوي الإعاقة في مجال الترجمة الأستاذ فيصل كريم الضفيري، حتى ألقاكم إن شاء الله في مساحة إبداعية وحديقة جمالية متميزة جديدة من بصمة أمل. إلى ذلك الحين فريق العمل يستودعكم الله، إلى اللقاء. في سماء الانتصار بصمتك يا خوي في بصمة أمل. بصمة أمل.